السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد المخيمرات هائلين روعه زوينين ديال الدار. يعني بهذه المناسبه باننا جالسين في الدار لا داعي نخرجوا نديروا صبه ونخرجوا نبقاو نقلبوا على الخبز في البولونجي، كل شيء ساد، يعني كل شيء في دارو. يعني مع هذا الحجر الصحي يعني الانسان لازم يحاول يعاون راسو بمسائل اللي غتكون صحيه بالنسبه لنا. نبقاو في دارنا اولا ونديرو خبيز ديال الدار صحي بالزرع بحال هذا اللي غنقدم لكم، كيجي هائل وزوين. وبهذه المناسبه البنات اللي كيقولوا ما كيصدقوش اليوم مخيمرات، ها هما مخيمرات سهلين ورائعين في متناول الجميع. عندنا جوج المعالق ديال الملحة وجوج المعالق ديال خميرة فورية، يعني ما غنفرقوهم على بعضياتهم. الخميرة غنخليوها تتفاعل مع بعضها، هنا ما غندير لا سنيدة لا سكر مع الخميرة، هذاك خطأ فادح. وعندنا هنا كيلو ديال طحين القمح صلب، وعندنا هنا يعني تقريبا شي زلافه ديال الفورس فقط. هذا كيما قلت لكم خطا فادح اللي كيديروا الخميره مع السكر او مع سنيده، انا ما كنديروش. الان كيما قلت لكم غادي نخلي الخميره تفاعل ومن بعد نرجع معاكم. اليوم غادي نعجن ايدي، ما كاين لا عجانه ولا والو، ندير عجينة عادية. مادام الانسان في دارو هذا الحجر الصحي، يعني اي واحد كاين في دارو هذا الشيء من مصلحتنا، لازم علينا اي حاجة نديروها في دارنا. علاش لا؟ المواد الغذائية عندنا، علاش نخرجوا نقلبوا على الخبز؟ لازم علينا نتبعوا التعليمات باش نحافظوا على صحتنا وصحة بلادنا وولادنا. لهذا قررت أن أعجن في الدار وندير لكم مخيمرات هائلين اللي قدو يستافدوا منهم البنات اللي ما كيعرفوش يديروا المخيمرات كفكرة. هذه العجينة الأصيلة ديال جدودنا اللي كبر بها اي واحد كيف ما كان نوعه. وهذا الخبز راه صحي احسن من الخبز ديال الزنقه. ممكن تضيفوا لي زراره، اي نوع من الزراره اللي بغيتوا ضيفوها للعجين، كيعطي واحد النسمه غزاله. نبقاو على هذه الطريقه حتى نجمعوا العجين ديالنا، راه دغيا كتجمع. العجين ديالنا هيا وجدات، شو كيف ما كتشوفوا جات رطبه، يعني ما نديروهاش قاصحه تكون مرخوفه بزاف، نخليها ترتاح ابخي نتلاقاو باش نشكلو مخيمرات. العجينه ديالنا ارتاحت ضعف يعني الحجم ديالها. الان غنبقى نشكلها كويرات، بيان سيغ انا دايره شويه الماء في الزلافه غندير في ايدي باش نقطع الكويرات. بيان سيغ غادي نخوي منها هذا الهواء اللي فيها. نستعنوا بشويه الطحين هكا ونشكلها كويرات ونحطها ترتاح واحد جوج دقائق ابخي نقرصوها نديروها على شكل خبيزات صغار.
بغيتو ديروهم في يعني في المقلاة ديروهم، بغيتو ديروهم في الفرن ديروهم، نبقاو على هذا الشكل حتى نكملو الخبيزات ديالنا كاملين. الان انا غادي نديرهم غير في المقله، ما ندخلش فيهم لا زرارع ولا والو. اذا هادو مخامر، فاش كنبغي نديرهم في الفرن هي فاش كندير فيهم الزرارع، يعني كندير البوافو، كندير زريعه الكتان، ندير زريعه ديال بودور عباد الشمس، اي زرارع كتحبوهم كيجيو زويونين. شو اليوم درت لكم جينة ديال بلدية على حقها وطريقها ديال الحادقات. يلا اللي حادقة دير بحال هاد العجينة وان شاء الله غادي يجيوها مخيمرات هائلين روعة. المخيمرات ها هما كورتهم، خليتهم يرتاحوا واحد شويه. الان كنقرص فيهم بهذا الشكل، السمك ديالهم هذا الشكل، شتو يعني ما غلطش وما رقاقش بزاف، ما لصقوهمش ما نبسطوهمش بزاف، سيعودوا رقاق. يعني القياس ديالهم واحد 1 سنتيم 2 سنتيم هكا. نبقاو على هذه الطريقه حتى نكمل المخيمرات ديالي كاملين، نقرصهم بهذا الشكل بهذه الطريقه. يعني راه طريقه عاديه يعني في البيوت العربيه، ما نقولش لكم البيوت المغربيه، العربيه كامله وسيرتو المغربيات كيتقنوا هذا المخامر، واللي ما كتعرفش ليهم هذه الطريقه راها مبسطه جدا جدا. نبقاو على هذا الشكل يعني نقرصوهم بهذه الطريقه السهله حتى نكملوهم كاملين ان شاء الله، ونخليهم يختمروا ياخذوا راحتهم حتى يخمروا، وابخي نبدا نطيب فيهم اولا نخبز فيهم في المقله. البنات ها هما المخامر ديالي خداو راحتهم، خمروا خمروا. الان ها انا وجدت المقله ديالي، درتها بيان سيغ من قبل، درتها كتسخن. ها انا الان غادي نبدا نخبز في المخيمرات ديالي اولا نطيب فيهم في المقله بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، يعني طياب عادي، يعني ندير البوطه على شكل يعني متوسط، ما نجهدهاش بزاف باش ما يتحرقوش، وما نديرهاش ناقصه بزاف النار باش ما يقصاحوش، يعني نديرها على نار متوسطه، ونخبزهم بالطريقه العاديه. كيجيو رائعين، كيجيو يعني خاويين من الوسط، ما كيجيوش مدقصين. ها نتوما منين غادي يطيبوا غادي نفتح واحد الوحيده وغادي تشوفوها بعينيكم، كيجيو هائلين كيف ما كنقولوا، يعني مفشفشين، كيجيو غزالين، شهوه منهم وصحيين.
حبيباتي ها هما المخيمرة ديالنا طابو، جاو رائعين. شهوة منهم كيحمقوا، شكلو مذاق ولا اروع كيف ما كنقول لكم دائما، يعني كيجيو رائعين، رطبين بزاف بزاف، خاويين من الداخل، يعني ما كيجيوش مدقصين. ها نتوما انا حليت وحيده، يعني كيجيو خاويين من الداخل، رطبين بزاف بزاف، صحيين اهم حاجه، وهما صحيين حيت بالقمح الكامل، صحيين بزاف بزاف. ونتمناهم، نتمناكم تجربوهم، والى اللقاء الى فيديو اخر بحول الله. تحياتي لكم جميعا، ما تنساوش دعم القناه، لايك وسبسكرايب. الى اللقاء، باي باي، تحياتي لكم.